لو انت طالب او طالبة اعدادي ثانوي جامعة تحضر ماجستير تحضر دكتوراه عندك هدف عامة، ابعد عن اعداء تحقيق هدف المذاكرة والتميز. ايه اعداءه ده؟ هنتخلص منه ازاي؟ اسمعوا بقى حلقة النهاردة، مهمة جدا جدا ليكوا، حتى لو امتحانكوا قرب اسمعوا الحلقة دي عشان مهمة جدا. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكمة في قصة مع دكتور اسماء سعيد. بيجولي شباب وبنات كتير في المرحله دي، يا دكتور مش عارفين نذاكر، انا مش عارفه اذاكر خلاص، مش عارفه اعمل ايه. فبعمل معاه تمرين حلو، اعملوا معايا التمرين ده، هاتوا دلوقتي ورقه وقلم واكتبوا لي 7 حاجات مخلياك مش عارف تذاكر، واعمل بوز ووقف وبعد كده ارجع شوف الفيديو تاني. 7 حاجات موقفه بينك وبين المذاكره. انت دلوقتي كتبت، لاحظوا اللي انا هقوله دلوقتي وبعد كده علموا ايه هي اشهر حاجات بتوقف ما بين الانسان وبين ان هو يذاكر مذاكره صح او يحقق هدفه ويجيب 99% و98 والحاجات الايه اللي هم بيبقوا عايزينها دي. رقم 1، تفكير كتير جدا جدا يا دكتور، على طول دماغي شغاله في خناقه جوه، بعديها احباط، ملل، زهق، ما بقاش كده بقى كمان، لا مبالاه، مش فارق معايا، اجيب ما اجيبش بقى، وصلت لمرحله بقى عادي عادي خالص. شويه خوف، شويه قلق، شويه حزن، شويه نوم، بنام كتير جدا جدا جدا، ده لو اتوزع النوم اللي انا بنامه على الناس كلها يعني مش قادره اوصف لك هيكفي ويفيد يا دكتور. طيب ايه تاني؟ الموبايل، الموبايل يا دكتور على طول بمسك الموبايل، على طول على طول ماسكاه، بعبع بعبع، هوصل لكم كل ده ان شاء الله نتخلص منه ازاي دلوقتي. الاصدقاء بقى، نيجي بقى للاصدقاء الحلوين اللي مش قادره اوصف لكم، اللي بيعطلوا، انا تخايف انا قلقان فبيأثر عليك فمش عارفه ايه، لا مش بس كده خايف وقلقان، لا ادبوس تلاقيه مثلا في درس معين انت مركز معاه، ده جاب ما جابش، عمل ما عملش، فانت مركز مع غيرك، خايف قلقان، حاجات كتير جدا. وما انا بقى عامله ايه؟ عامله حاجه حلوه، اقوله تعالى بس كده، متخافش والله تعالى بس تعالى، واقوم هوب مزعقه فيه، فاضل قد ايه على اللي انت بتقوله ده؟ يرد يقول لي اه صحيح يا دكتور، ده فاضل قليل جدا. طب نعم، انا مالي ومال صاحبتي اللي مش عارفه بتعمل ايه، انا مالي، طب انا مش عارفه اعملها يا دكتور ساعديني. طب ما انا جاي لك ليه؟ انا موافقاك، بس انت لو ما قررتش ان انت هتتغير وهتبتدي تظبط نفسك معايا من دلوقتي مش هتتغير. والله يا دكتور هعملها. تقولي لي علي، وانتوا كمان لو ناويين تعملوا اللي هقول لكم عليه كملوا، مش ناويين اقفلوا الفيديو وروحوا شوفوا حالكم. تمام، بصوا بقى، لو انت عندك تفكير كتير وبيجيلك افكار وخناقه جوه مش عارف تعمل بيها ايه، عندك حلين. 1، فيديو عن التفكير الكتير هتلاقوه محطوط تحت البتاع، او حتى لو انا نسيت احطه دوروا عليه، اعملوا سيرش هتلاقي تفكير كتير دكتور اسماء سعيد او نفس مطمئنه او حكمه في قصه هتلاقوه، والوسواس القهري هو ده، ما كنتش عامل وسواس، هو التفكير ده اعمله. طب رقم 2، جلسه الاسترخاء، انا كنت نزلت فيديو عن اهميه الخيال وده مهم جدا والله العظيم، هتدعوا لي الجلسه دي اسمها جلسه استرخاء لنفس مطمئنه، هتشيل الوش ده كله. عندك ملل، عندك زهق، برضو عندك حلين، ايه هما؟ حلقه قويه جدا ازاي تحفز نفسك بنفسك، وبرضو جلسه الاسترخاء. طب يا دكتور عندي خوف وقلق وتوتر، برضو نفس الحكايه، عامله حلقه عن الخوف في نفس النظام، برضو عندك حلقه، عندك تمرينين كمان بقى مش تمرين واحد، جلسه استرخاء لنفس مطمئنه وجلسه استرخاء تانية بتاعه تخلص من الخوف والقلق والتوتر ده كله. تنظيم الوقت، عندك مشكله في النوم، عامله برضو حلقه ازاي تسيطر على النوم وتتدرجه ازاي، استعين بايه يا دكتور؟ قلت لكم جلسه استرخاء لنفس مطمئنه دي برضو هتظبط معاك الدنيا. هنيجي بقى لحاجه واحده انا ما اتكلمتش فيها قبل كده، وده اللي انا عامله الفيديو النهارده بخصوص علشانه، انا جمعتهم لكم ليه؟ عشان لو في حاجه مقصره افكركم ان في فيديوز، افكركم ان في جلسات استرخاء، افكركم ان انت لو خدت القرار هتقدر، يعني هتقدر، افكركم ان علاقتك بربنا تقدر تعينك على كل اللي انت فيه دوت. ايه اخر حاجه يا دكتور انت ممكن تكوني ما اتكلمتيش عليها قبل كده ومقصر عليك جامد؟ الاصدقاء، انا برده كنت عامله حلقه عن الاصدقاء ممكن تسمعوها، لكن الموبايل اللعين، شوشو العبيط بيلعب بلعب ما تتخيلوش، مش الموبايل بس، السوشيال ميديا كلها. بيعمل ايه شوشو العبيط بقى؟ شوشو العبيط عارف ان انت خلاص داخل على مرحله انت لو قمت من مكانك هتبقى زي كويس جدا. طب
يا دكتور انت بتقولي لي دلوقتي ان انا ده شوشو العبيط، وعارف ان شوشو العبيط بيدخل، وعارف انه بيقول لي بص بص شوف مش عارفه مين منزل ايه، طب شوف بس الاستيتيوس اللي بتمشي ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها، الحالات اللي انت بتشوفها على، طب بص شوف مش عارفه ايه، طب بص شوف مش عارفه ايه. والله يا دكتور حاولت كتير، اديته لماما مره، حاولت اقفله مره بس مفيش فايده، انا مش عارف اعمل ايه. هقول لكم تعملوا ايه النهارده عشان تتخلصوا من عدو النجاح. عدو النجاح هو ايه؟ هو السوشيال ميديا بجد والله العظيم. يبقى واحد يا عيني داخل عشان يدور على فيديو معين، الفيديو يجيب فيديو يجيب فيديو يجيب فيديو، تلاقي نفسك في دوامه انت مش، لو ما كنتش عامل اداره لوقتك بصح استحاله تقدر تسيطر عليه الا اذا كنت مدرك ان في شوشو عايزك ما تنجحش. رقم واحد، تاخد قرار دلوقتي واعرف انك انت داخل على تحقيق هدف معين في حياتك. خد قرار، انا مش عايز السوشيال ميديا الا حاجات معينه بس اقدر ان انا اتحكم فيها، بس القرار لازم يجي منك انت. مامتك ما تقدرش تقول لك اعمل، هتجيبه من حته تانية وتخش، تخش من اللاب، هتخش من اي حته. السوشيال ميديا عدو عدو عدو، خاصه لو السوشيال ميديا ارتبطت بقى بالاصدقاء. هتبتدي تخش تشوف صاحبك منزل ايه، اه ده زعلان ومخنوق، طب ما انا كمان ابقى زعلان ومخنوق، طب ما هو زيي بالظبط، اه ده كلنا كده، مالكش دعوه بحد. سد ودانك واقفل عينيك وخليك مع ربنا، سيبك من الكلام ده كله، خد القرار. طب انا خلاص يا دكتور خدت القرار ان انا هقدر ان انا ابعد عن الموبايل او السوشيال ميديا كلها، اعمل ايه؟ رقم اتنين، هي عادة، تخلص من هذه العادة. انا عاملة حلقة قوية عن تخلص من عادة معينة او ذنب معين، ازاي يعني الاقلاع من ذنب معين بشكل مبهر، يعني ان شاء الله هتسمعوها، هي حلقة هتبقى قوية جدا، دي ممكن تعملوها. فالعادة بتبقى تدريجيا، ما ينفعش ان انا النهاردة مثلا طول اليوم ماسك التليفون وقاعد على السوشيال ميديا واجي النهاردة اقطعه مرة واحدة، لا انا اتدرج، بس اتدرج بسرعة بقى، يعني بسرعة بجد. لو انا طول اليوم اقدر اعمل جدول ان انا امسكه فيه. طيب يا دكتور انا عملت جدول بس مش قادر، خلي مامتك تشرف على الجدول، خلي باباك يشرف لك على الجدول. طب مش عملت مثلا وخليت مامتك تشرف على الجدول، خلي باباك يشرف على الجدول. في ناس تقول لي طب انا بذاكر عليه اعمل ايه؟ هقول لك على حاجه والله بجد، انتوا بتبقوا ماسكينه كحجه، بس انت عارف ان انت لو دخلت على الكتب وجبت المعلومه من الكتاب ولا من المستر معين هتجيبها، صح؟ حجه. طب لو هو بجد اخلي التليفون مع ماما بره، ما دخلوش اوضه خالص، افضل اذاكر اذاكر. انا مثلا في حاجه نطت في دماغي فجاه، لا ده الحته دي تشوفها على النت، ما تشوفهاش دلوقتي، اكتبها في ورقه. تاني، طب الحاجه دي هشوفها اكتبها بس في ورقه، هتجمعهم بعد كده بقى شويه، ماما اديني التليفون عشان ابص على، هعمل كذا سيرش على حاجه معينه، او مثلا هترجم حاجه معينه او كده. خليك اقوى من شوشو العبيط، خليك قوي شويه. هو انت ضعيف كده ليه؟ يعني ايه يعني استسلم يعني وامسك التليفون واقعد بقى انام في السرير ومش قادر وماسك التليفون؟ هو ده واحد بذمتك، بذمتك ده واحد عايز يجيب درجه كويسه في الثانويه العامه ولا عايز ينجح ولا عايز يتطور؟ لا والله، اللي بيستسلم ده هو اللي، يعني اقول لكم على حاجه بقى، والله ما بيستحقش، والله ما بيستحقش. ومهمه جدا 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 جدا، هتعينك، استخدم الخيال. انا اتكلمت في حلقه الخيال، اقوى فيديو انا تقريبا نزلته، كنت بتكلم فيه على الخيال بيأثر بنسبة 99%، كأنك ماشي عكس الطيار، واللي ماشي مع الخيال هو ماشي مع الطيار. طب استخدم الخيال بإيه؟ خدوا جلسة استرخاء لنفسه مطمئنة واعملوا اللي فيها بالظبط، هتفيدكوا جدا 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 جدا. وبعدين زي ما قلت لكم قبل كده في البداية خالص، طب يا دكتور أنا ممكن أقدر أخش وكله من غير ما أديه لحد، بس في مثلا جيمز معينة أنا بحب ألعبها. تعالى بس كده، والله العظيم لو قدامي كنت شديتك كده. جيمز إيه؟ ده وقته، أنت داخل على مرحلة خلاص مهمة، مرحلة في حياتك مهمة، ممكن العبها مره في اليوم وحاجه كده اوقف بيها تفكيري شويه، موافقاك. لكن غير كده لا، مش كل شويه تتصل بحد وصاحبك، اقفل ودنك، غمض عينيك عن كل اصحابك واللي حواليك والدنيا، انت مركز انا قدامي شهرين وبس. لكن تقعد تتحجج، والله العظيم ربنا هيسالنا عن وقتك فيما افناه. لكن اقعد اسمع مش عارفه مين عمل ايه، ولا كورونا، انت شمت مالك بتاع ثانويه عامه، انت شاغل نفسك بكورونا ليه؟ انت مالك؟ استخدم حفظ ربنا وقول يا رب احفظني، وسيبك من الكلام الفارغ ده بجد والله. هتفتكر الكلام ده كله وهتقول يا ريتني كنت سمعت الكلام. طب اعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي خلاص يا دكتور هعمل ده كله. استخدم عقاب لنفسك. يعني ايه عقاب؟ انت مثلا حدد خطه لنفسك ان انت هتمسك التليفون في وقت معين وهتعمل كذا. طب ما عملتوش، اعاقب نفسي ازاي؟ بثلاث حاجات، روق اوضتك مع كل مره تسيب فيها التليفون، بس بجد مش هزار، والله العظيم شوشو ما بيحبكش تبقى نضيف ولا كده، يعني مامتك طبعا امها هتفرح بيا قوي، عاقب نفسك بكده.
عاقب نفسك بانك تطلع صدقه، عاقب نفسك بانك تصلي ركعتين، الثلاثه دول لازم يتعملوا مع كل مره هتمسك التليفون بدون وعي منك. عاقب نفسك بالثلاث حاجات دول، صدقني لو عملتها مره، عملتها الثانيه، عملتها الثالثه، مش هتعرف تعملها بعد كده. واخيرا بقى احب اقول لك كلمه لكل طالب ثانويه عامه، اجمد خلاص هانت، والله العظيم خلاص هانت. لو انت بتلعب جيم على الموبايل، انهي جيم بتستمتع فيه اكتر؟ اللي بتكسب بسرعه بسرعه بسرعه، ولا اللي بتفضل تعبان شويه عشان تكسب؟ انهي امتع؟ اللي بتبقى تعبان فيه. انا عارفه ان انت تعبت، وعارفه ان خلاص، وعارفه ان انت زهقت، وعارفه ان انت جواك حاجات كتير. عشان خاطر انا كفايه اللي انت عملته كله، ما تضيعوش عشان خاطر شويه زهق ولا شويه في طاقه. بعد الطاقه اجيبها منين؟ اجيبها من ربنا. روح لربنا اقول له يا رب عني على الموبايل، يا رب عني على كل حاجه موقفه مني ما بين هدفي، يا رب قويني يا رب. وانت كمان داخلين عليكم رمضان، ده رمضان ده كنز والله. انا ما في حاجه عملتها في حياتي وصلت لها الا بالدعاء في رمضان. هبقى معاكم ان شاء الله برضو، البرنامج هيبقى مستمر في رمضان، هتدعوا لي من قلبكم. نصيحه مني، اهرب من قدر الله بقدر الله. يعني ده قدر انت عملته لنفسك، روح لربنا عشان يغيره لك، تلاقي الدنيا معاك بقت كويس. استعين بربنا، اسجد كتير، اشرب ميه كتير جدا، اقرا فاتحه معوذتين وايه الكرسي قبل ما تنام، استودع ربنا، اتكلم مع ملك الملوك، ملك الظروف، ملك المستقبل، ملك كل حاجه بين ايديك، وشوف حياتك هتبقى عامله ازاي. انا جبت لكم ملخص كده من كله، وبقول لك بس رسالتي النهارده، اجمد يا كل طالب، هانت هانت، وهتفرح ان شاء الله باذن الله. يلا ان شاء الله الحلقه تكون اثرت فيكم، اعملوها شير لكل اصحابكم وحبايبكم عشان تقعد عليهم بالنفع وعليك. وما تنساش تسد ودانك من اصحابك اللي ما لهمش اي ريحه خالص، سيبك منهم، ممكن يكونوا بيذاكروا يعملوا نفسهم ما بيذاكروش قدامك، فسيبك من كل ده ولا تتاثر بحد، خليك في نفسك. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.